وطبعا يعني دايما مصر سياستها الخارجية في هذا الملف المهم والحيوي والمصيري والاستراتيجي وصفوه زي ما انتم عاوزين هو المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات ولا سبيل غير المفاوضات، بدليل انه في ربما 20 اجتماع او اكثر من 20 اجتماع تم. صحيح ما بيبقاش في نقاط خلافية كثيرة، ما بيبقاش فيها توافق، ولكن مصر لديها سياسة النفس الطويل. نتكلم اكثر في الملف الحيوي ده والمهم ايضا، والزياره طبعا الاولى لابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا. معايا برضو على الهاتف الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات السياسيه الدوليه بالاهرام. دكتور سعيد اهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا بك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هبدا يمكن من نفس السؤال اللي بدانا به مع الاستاذ ابراهيم الشهابي، انه القسم اللي سمعناه امبارح هل يمكن التعويل عليه بشيء او باخر؟ أنا أعتقد أن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أثيوبيا إلى مصر، وكان هناك حفاوة بالغة من كافة الرجال والشخصيات التي التقى بها، لكن بشكل عام لا يجب أبدا اختزال علاقتنا بدولة مهمة مثل أثيوبيا في موضوع سد النهضة. يعني هو أحد الموضوعات التي طرحت بشكل أو بآخر، وتحدث الرئيس السيسي عن يعني أن تكون هناك منطقة صناعية في أثيوبيا، وأن يكون هناك صندوق يشمل يعني مصر وأثيوبيا والسودان أيضا. أعتقد بشكل أو بآخر هناك رغبة أكيدة بأن يكون هناك، بدلا من أن يكون هناك تحرش ويعني عدوان هنا هناك، يجب أن يكون هناك شراكة وتعاون وحوار مستمر ومفاوضات كما قلت أنت، لأن كل القضايا العالقة يمكن أن تحل بالحوار وبالنقاشات وبالمفاوضات. وأعتقد أن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا في هذا الأمر، وقد طمأن عدد كبير جدا ممن كانوا يشعرون بحالة من حالات الهلع نتيجة تغير السياسات أو هكذا كانوا يعتقدون. المهم أنه أدرك الجميع أنه لا هناك خوف إطلاقا على مسألة سد النهضة، باعتبار انه يشغل مساحه كبيره جدا من اهتمامات المصريين بشكل عام. كما قال الرئيس السيسي يعني سد يعني مياه النيل تعتبر شريان الحياه في مصر، لكن ايضا لا يجب ان نغفل تماما مساله ان يكون هناك اهتمام باثيوبيا ودول حوض النيل كلها، باعتبار ان النيل مهم جدا بالنسبه لهذه الدول. أعتقد هذا ما تم في هذه الزيارة وأوضحه، وخاصة المؤتمر الصحفي، وكانت كلمات رئيس وزراء أثيوبيا كانت كلمات واضحة وشفافة ومحايدة. نعم. طيب دكتور سعيد، يعني هل نحن في الاجتماعات الماراثونية اللي بتتم على أرض الواقع، وكان كمان في ربما هايلي ميريام ديسالين قبل ما يستقيل على طول، كان في اجتماع ثلاثي وشفناهم الرئيس السيسي والرئيس السوداني والرئيس وزراء إثيوبيا لما رفعوا إيديهم وقالوا نحن اتفقنا على كل شيء وما فيش خوف من شيء، هل هنبدأ من الأول تاني؟ هل في الاجتماعات دي هنبدأ من الأول تاني، أم أنه هنستكمل ما تم الاتفاق عليه؟ في مثل هذه القضايا لا يمكن ابدا العوده الى نقطه الصفر، ولكن تكمله باعتبار ان هذا يمثل يعني حوارا اساسيا في السياسه الخارجيه الاثيوبيه، ويحتل مساحه كبيره بالنسبه لمصر وايضا السودان. واعتقد ان رئيس الوزراء الاثيوبي ادرك هذا وبدا من حيث انتهى سابقه، ولذلك كانت هذه اللقاءات واضحه وصريحه ومحايده وبعيده تماما عن اي تدخل الدول الاخرى تريد اشعال الحرائق. اعتقد ان هذا اللقاء اطفأ او قطع الطريق على اولئك الذين يشعلون الحرائق هنا وهناك، لان الشعب المصري يحب الشعب الاثيوبي ويدرك انه مهم جدا التواصل معه بطرق عديده، شانها شان التجاره، تبادل المصالح بشكل او باخر، لان هذا يكشف عن أن هناك نوايا صادقة لدى سوريا ولدى مصر في حل هذه المشكلة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا الدكتور سعيد اللوندي الخبير في العلاقات السياسية الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا لك يا فندم.